بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهاردة هنتكلم عن المحاضرات الخاصة بالمقرر الاختياري لطلبة الفرقة الرابعة مدني. احنا كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي قبل كده، وصلنا للجزء الخاص بدراسات وخصائص أحجام المرور. كانت الشابتر ده كان محتوياته كنا اتكلمنا عن مقدمة لأحجام المرور، واتكلمنا عن أحجام المرور اليومية اللي هي الديلي فوليوم، وعرفنا انواعها زي الافريج ترافيك والافريج انوال دي ترافيك، وعرفنا ازاي بنحسبها وايه اهم استخداماتها، واحجام المرور في الساعه زي الديلي هاور لفوليوم، وعرفنا ازاي بنحسبه واستخداماته، والترافيك كومبوزيشن تركيبه المرور ومكوناتها، والتغيرات الوقتيه في حجم المرور، في تذبذب في احجام المرور سواء الموسميه او الشهريه، والتغير في حجم المرور اليومي، والتغير في حجم المرور اثناء اليوم الواحد في ساعات ذروه صباحيه وفي ساعات ذروه مسائيه، وعرفنا ازاي الفرق ما بينهم وازاي بنرسمهم، واساليب حصر واحجام المرور قلنا اللي فيه حصر اوتوماتيك وحصر يدوي، وعرفنا الفرق ما بينهم والأجهزة اللي ممكن نستخدمها في الحصر الأوتوماتيك أو الحصر اليدوي، وفترات الحصر وأنواع الحصر اللي أنا بشتغل بيه. بعد كده ده اللي احنا وقفنا فيه آخر مرة في المحاضرة. تكملة المحاضرة بإذن الله، تكملة الشابتر ده هنتكلم فيه على حاجة اسمها تكبير وتصحيح أحجام المرور. يعني ايه تكبير يا باشمهندسين وتصحيح أحجام المرور؟ اللي هي expansion and adjustment of traffic count. يعني أنا بحسب حجم المرور فترة حالية، فعايز اصححه او اكبره. يعني انا على سبيل المثال عايز احسب افريج انوال ديلي ترافيك، تمام؟ فعشان احسب افريج انوال ديلي ترافيك كنا تعرفه قبل كده ان انا بحسبه على مدار السنه، باجي خلال السنه كلها بحط اجهزه زي ترافيك كاونت حصر دائم لفتره زمنيه طويله اللي هي السنه، وباجي احسب كل ساعه، فبيظهر عندي حوالي 8760 ساعه. وخلال كل ساعه بيبقى انا عندي حصر دائم، ممكن من خلال الحصر الدائم بقول الافريج انوال ديلي ترافيك كان عباره عن ايه، حجم المرور خلال السنه مقسومة على عدد أيام السنة 365 يوم. طيب والأفريج ترافيك برضو كنت بقول الفترة بتاعت القياس حجم المرور على الفترة الزيادة عن اليوم، زيادة عن اليوم وأقل من إيه، من 365 يوم. طيب أنا دلوقتي عايز أحسب على سبيل المثال الأفريج أنوال ديلي ترافيك، بس مش هقدر أحسب لمدة سنة، فأنا هحسب لمدة فترة زمنية أقل من السنة، فترة زمنية بسيطة ليكن يوم، فعايز أعرف من خلال اليوم ده الحجم المرور اللي أنا حسبته بيساوي كام، او اقدر اوصله ازاي، اصححه او اكبره لحد ما اوصله الافريج انوال ديلي ترافيك. ده المقصود بمعامله التصحيح او التكبير. يعني انا عايز اختصر الفتره الزمنيه اللي عايز اقيس فيها الافريج انوال ديلي ترافيك، فبحاول اقدر قيمته لسنوات جايه قدام. فباجي مثلا على سبيل المثال السنه اللي انا موجود فيها الحاليه دي بعمل حصر مروري لمده سنه، حصر دائم، بحط الاجهزه الترافيك كاونت اللي احنا قلنا عليها قبل كده بحطها على الطريق لمده سنه، وبعمل حصر مرور لمده سنه، تمام يا باشمهندسين؟ وبعد من حصر المرور ده لمدة سنة بقدر أجيب منها شوية معاملات بسميها معاملات التصحيح. لو حبيت بقى بعد كده إن أنا أحسب أفريج أنوال ديلي ترافيك لأي سنة بعد كده قدامي، يعني أنا باجي على السنة اللي أنا الموجود فيها الحالية دي بحط الترافيك كاونت، بحسب حجم المرور لمدة سنة، خلاص بيبقى عندي داتا ثابتة أقدر أرجع ليها تاني لو أنا عايز بعد كده. جيت سنة وبشيل الأجهزة، خلاص أنا حسبت حجم المرور بالطريقة ده لمدة سنة وعندي داتا خاصة بيه مرجعية أقدر أرجع لها في أي وقت. وباجي بعد كده بالأفريج ديلي ترافيك، حجم المرور اللي أنا قيسته في أي وقت في أي يوم في السنة أو خلال السنة عايز أحسب من خلاله الأفريج أنوال ديلي ترافيك. فالحصر الدائم اللي أنا عملته ده بطلع منه شوية معاملات، معاملات خاصة بالأسابيع بأيام الأسبوع أو معاملات خاصة بالشهور، وباجي بعد كده أصحح أي يوم أنا قيسته ليه أوصله الأفريج أنوال ديلي ترافيك. وهنعرفه ازاي دلوقتي من خلال القوانين وخلال الامثله، هيظهر عندك الموضوع ده وهيوضح عندك الموضوع ده. ده فكره بس ايه بسيطه كده، ايه هي المقصود بعمليات تصحيح او معاملات التكبير. طيب بيقول هنا مش مهندسين ايه ان تحتاج البيانات المسجله في الحصر المحدود. حصر محدود ان الفتره زمنيه بسيطه ممكن تبقى يوم، تمام، الى تكبير وتصحيح حجم المرور حتى يمكن استخدامها بنفس دقه البيانات المسجله اثناء الحصر الدائم. يعني انا دلوقتي لو انا هعمل حصر زي ما قلنا دلوقتي لمده سنه، تمام، فده دقة بيانات أنا عندي حصرت لمدة سنة، فدقة بيانات عالية. طيب لو أنا جيت أحصر حصر محدود لمدة يوم وعايز من خلال اليوم ده أعرف الأفريج أنوال ديلي ترافيك بكام، فلازما أكبره أو أصححه بحيث يديني الأفريج أنوال ديلي ترافيك اللي جاي من الحصر الدائم. فهو ده فايدة معاملات التصحيح أو التكبير. يعني على سبيل المثال لو أنا بحصر فترة 24 ساعة في يوم الأربعاء لشهر يناير، ما ينفعش أقارنه برضه الحصر نفس الفترة دي اللي هي 24 ساعة بس كان في يوم جمعة في شهر أغسطس، فشهر يناير حجم المرور عليه غير شهر أغسطس، ما ينفعش أخد الإيه أقارن ده بده، فلازم أنا أقارن الأرقام بتاعتي دي أو الداتا اللي أنا حصلتها لفترة زمنية بسيطة بحاجة اسمها خط أساس مقارنة، اللي هو الخط أساس مقارنة بالنسبة لنا هو الأفريج أنوال ديلي ترافيك،
يبقى الخط الاساسي اللي انا بقارن بيه اللي انا عايز اوصل له اللي هو افريج انوال ديلي ترافيك، هو خط الاساس المفضل اللي هي يا باشمهندسين احنا قلنا من مميزاته اللي هو بيعبر عن التغيرات في حجم المرور اثناء السنه كلها، واحيانا لو هو مش متوفر ممكن اقارن بمين؟ بالافريج ديلي ترافيك بس. طيب عشان اوصل خط المقارنه او اقارن الارقام اللي عندي دي بالافريج انوال ديلي ترافيك او اوصل للافريج افريج انوال ديلي ترافيك من عن طريق حصر محدود، تمام، بستخدم حاجات اسمها معاملات التصحيح او معاملات التكبير. طيب ايه هي معاملات التصحيح؟ احنا عندنا معاملين اتنين، اول معامل هو معامل التصحيح اليوم، لو انا جيت حسبت في يوم حجم المرور خلال يوم واحد فبضربه في المعامل ده بجيب حجم المرور خلال الاسبوع، يعني لو انت دلوقتي نزلت حسبت حجم المرور خلال يوم فبضربه في معامل التصحيح اليوم اللي جاي من الحصر الدائم للطريق، يعني نزلت عملت حصر دائم للطريق وعندي الداتا بتاعته، ومن الداتا دي اللي من الحصر الدائم كان عندي معاملات التصحيح بتاعت الايام كلها. طيب انا جيت بعد كده بسنه او اتنين نزلت عملت حصر لمده يوم حجم المرور خلال اليوم، فاقوم جاي ضارب مثلا حجم المرور خلال يوم السبت في شهر معين، فهاجي اضرب حجم المرور اللي انا جبته مثلا خلال يوم السبت ده اضربه في معامل التصحيح بتاع يوم السبت يدينا ايه؟ الافريج ديلي ترافيك. طيب ازاي برضه يا باشمهندسين؟ يعني ده معاملات التصحيح اللي جاي من محطات الرصد. طيب ازاي؟ انا عايز اقول لك ازاي نحسب برضه الاول معامل التصحيح نفسه، يعني ده محطه رصد دائم على الطريق، يعني انت حطيت زي الترافيك كاونت على الطريق لمده سنه وكان عندي الداتا اللي عندي دي، جيت مثلا في اسبوع، اسبوع من الاسابيع اللي عندك في من ضمن الشهور كان ده حجم المرور اللي عندك اهو، الاسبوع مثلا نفضل ده الاسبوع الاول الثاني الثالث الرابع وهكذا، تمام، عندك الداتا دي لمده سنه فعندك حجم المرور. ايه هو معامل التصحيح؟ معامل التصحيح اليومي الديلي فاكتور، الديلي فاكتور هو عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ الافريج ديلي ترافيك للاسبوع على حجم المرور خلال اليوم واحد. طب ما انا عندي حجم المرور خلال اليوم الواحد، طب ازاي اجيب الافريج ديلي ترافيك للاسبوع؟ لو انتم فاكرين احنا كنا بنقول الافريج ديلي ترافيك للاسبوع هو حجم المرور مجموع اجمالي حجم المرور خلال الاسبوع على كام؟ على 7، يعني المتوسط، يوم اجيب توتال فوليوم اجمع دول كلهم، تمام، هيطلع على 75122 مركبه في اليوم، واجيب الافريج ديلي ترافيك عباره عن ايه؟ المتوسط بتاع المجموع ده المجموع على 7 ايام، يبقى ده الافريج ديلي ترافيك. يبقى انا عندي دلوقتي الافريج ديلي ترافيك الاسبوع عباره عن كام؟ 36202 عربيه في الايه؟ في اليوم. طيب اخد الافريج ديلي ترافيك اللي هو ده اسيبه على يعني ايه؟ حجم المرور خلال اليوم الواحد، يقوم جاي اخد الرقم ده اقسمه على اي رقم من دول هيدي لي الديلي فاكتور اللي هو حجم المرور خلال المعامله التصحيح خلال اليوم الواحد، اللي هو زي ما شايفين مثلا لو انا عايز يوم السبت هيبقى 36202 مركبه على حجم المرور خلال يوم السبت الواحد يديني كام؟ 1.006. طيب المفروض الجدول ده الجداول دي تبقى عندك، يعني ازاي يا باشمهندسين؟ انا بنزل زي ما قلنا بنزل بقوم جاي عامل حط عامل رصد دائم للطريق لمده سنه، وبجيب من خلال الطريق ده لمده سنه لجميع ايام السنه كلها بجيب الديلي فاكتور بالطريقه اللي انا قلنا عليها دلوقتي دي. طيب انا جيت بعد كده الطريق ده جيت بعد سنه مثلا بعد ما عملت حصر دائم الداتا عندي بتاعت سنه كامله، جيت بعد سنه او اتنين عايز اعمل ايه؟ دراسه ميدانيه على الطريق ده، عايز اعمل منه اي حاجه، يعني في حاجه عايز اتعمل على الطريق زي اعمل بنزينه او اعمل اي مشروع على الطريق، وعايز احسب الافريج انوال ديلي ترافيك او الافريج ديلي ترافيك. طب احسبه ازاي؟ فبنزل بدل ما هو هرجع تاني اقيس خلال السنه كلها، لا انا بدرس خلال فتره زمنيه معينه وليكن اليوم، فباجي احسب حجم المرور خلال اليوم، تمام، وهم جاي من عن طريق معاملات التصحيح ده اللي هي موجوده حاليا بقى للطريق من الحصر الدائم اقدر اجيب الايه؟ الافريج انوال ديلي ترافيك او الافريج ديلي ترافيك. يعني لو انا دلوقتي جيت ده عندي مبدئيا خلاص يبقى من الحصر الدائم كل الارقام دي بقت موجوده عندي. طيب لو انا عايز اجيب بقى الحجم المرور خلال اليوم، جيت مثلا انا نزلت خلال يوم الاثنين تمام وعملت حصر مروري، طيب انا عايز من خلال اليوم ده اعرف اجيب مثلا على سبيل المثال الافريج ديلي ترافيك للاسبوع او الافريج ديلي ترافيك. طيب يبقى انا هاجي حجم المرور اللي قيسته يوم الاثنين كان كام مثلا على سبيل المثال؟ كان 20000 مركبه. طيب ال 20000 مركبه ده عشان احولهم او اصححهم اجيبهم زي الحصر الدائم، فبقوم جاي ضارب في الديلي ترافيك بتاع الطريق ده اللي هو كان 0.943 بتاع يوم الاثنين. تمام كده يا باشمهندسين؟ يبقى انا عندي معاملات ثابته وباجي انا خلال اي يوم من ايام السنه كلها اللي انا قست فيه بضربه في المعامل بتاع اليوم ده. يبقى دلوقتي عرفت ازاي احسب معامل التصحيح خلال اليوم، وازاي اجيب لو انا نزلت اجيب حجم المرور خلال اي يوم عملت دراسه او حسبت حجم المرور خلال اي يوم اقدر اجيب منها ازاي الافريج ترافيك للاسبوع، او اقدر احسب الديلي ايه؟ معامل التصحيح اليوم. طيب ده اول معامل التصحيح اللي انا معامل التصحيح اليوم اللي انا يبقى عندي حجم المرور خلال اليوم الواحد اضربه في معامل التصحيح
حجم المرور خلال اليوم الواحد اضربه في معامله التصحيح يديني الافريج ديلي ترافيك. طيب بعد كده لو انا عايز الافريج انوال ديلي ترافيك، يبقى لازم يبقى عندي حاجه المعامل التاني اسمه معامل التصحيح الموسمي لاي شهر اللي هو مانثلي فاكتور. يبقى انا عندي هو الافريج ديلي ترافيك اللي انا جبته من السلايد اللي قبل كده اضربه في المانثلي فاكتور هيديني الافريج انوال ديلي ترافيك. طيب المانثلي فاكتور ده ازاي اجيبه ازاي؟ برضو نفس الفكره اللي قلناها باشمهندس في السلايد اللي قبلها، اللي انا عندي على سبيل المثال بيبقى عندي برضو زي ما احنا شايفين كده برضو من الحصر الدائم كل شهور السنه، شهر من اول شهر يناير لشهر ديسمبر، وبيجي هو بيقول لك ان احجام المرور خلال الشهر ده كانت كده من الحصر الدائم احجام المرور اهو. طيب المانثلي فاكتور عباره عن ايه يا باشمهندس؟ عندي انا دلوقتي عندي احجام المرور. طيب المانثلي فاكتور ده بجيبه ازاي؟ قال لك هو عباره عن الافريج انوال ديلي ترافيك على الافريج ديلي ترافيك خلال شهر معين. طيب شهر يناير هو عندي احجام المرور، يعني ممكن اديك في المساله احجام المرور او الافريج ديلي ترافيك على طول. لو عندك الافريج ديلي ترافيك اجيب الافريج انوال ديلي ترافيك واقسمه عليه. طيب لو انا ما عنديش، لو انا مديك نمبر اوف فيكل حجم المرور عدد العربيات اللي عدت خلال الشهر، طيب كنت بقول الافريج ديلي ترافيك عباره عن ايه يا باشمهندس؟ لو احنا فاكرين كنا بنقول عدد حجم المرور المقاس على عدد ايام القياس. طيب يعني على سبيل المثال شهر يناير يبقى نمبر اوف فيكل عباره عن كام؟ الافريج ديلي ترافيك لشهر يناير عباره عن نمبر اوف فيكل على عدد ايام الشهر على 31 يوم، يبقى انا اقسم ده على 31 يوم هيديني الافريج ديلي ترافيك. هقسم بتاع شهر فبراير على 28 يوم هيديني الافريج ديلي ترافيك بتاع شهر فبراير، وهكذا كل شهر اقسم حجم المرور على عدد ايام الشهر هيديني الافريج ديلي ترافيك. تمام يا باشمهندسين؟ طيب الافريج انوال ديلي ترافيك بقى اللي انا عايز اجيبه، انا دلوقتي خلاص جبت دلوقتي اللي هو الايه المقام بتاعه الافريج ديلي ترافيك خلال الشهر، يبقى انا عندي دلوقتي الافريج ديلي ترافيك لكل الشهور من اول شهر يناير لشهر ديسمبر 12 قيمه. طيب اجيب الافريج انوال ديلي ترافيك ازاي؟ الافريج انوال ديلي ترافيك كنا بنقول يا باشمهندسين عباره عن مجموع احجام المرور، متوسط احجام المرور يعني التوتال نمبر اوف فيكل المجموع ده على 365 يوم، كان التوتال نمبر اوف فيكل اهو تمام، واقسمه على 365 يوم هيطلع لك الافريج انوال ديلي ترافيك ب 39168. او كنت برضو بحسب الافريج انوال ديلي ترافيك بطريقه ثانيه، كنت بقول هو السمشن متوسط الافريج ديلي ترافيك، يعني سمشن الافريج ديلي ترافيك على كام؟ على 12، يبقى يا اما المجموع حجم المركبات كله على 365 يوم هيديني الافريج انوال ديلي ترافيك، او متوسط قيم الافريج ديلي ترافيك اجمع دول واقسمهم على 12 هتديك نفس القيمه دي. طيب ازاي بقى احسب اللي هو معامل التصحيح الموسمي لاي شهر اللي هو المانثلي فاكتور؟ فاجيب القيمه دي الافريج انوال ديلي ترافيك واقسمه على اي رقم من دول. لو انا عايز بتاع شهر يناير يبقى انا اقسم اللي هو 39168 على القيمه دي هيطلع لي بتاع شهر يناير، اقسم ال 39168 على القيمه دي هيطلع لي بتاع شهر فبراير، وهكذا. يبقى انا دلوقتي عرفت منها معامل التصحيح الموسمي لاي شهر المانثلي فاكتور. طيب يبقى انا في الاخر دلوقتي لو انا عايز احسب متوسط حجم المرور لاي يوم في السنه الافرج انوال ديلي ترافيك او الافرج ديلي ترافيك، بجيب حجم المرور المقاس انا نزلت خلال يوم واحد، يوم واحد بعد كده من حصر الدائم. دلوقتي الجداول دي يا باشمهندسين لاي طريق، على سبيل المثال افرض طريق مصر اسكندريه الصحراوي، انا نزلت حصر دائم لمده سنه، فبيبقى عندي الجداول دي موجوده، يعني هيبقى عندي الجدول ده بتاع المانثلي فاكتور والجدول اللي قبله بتاع الديلي فاكتور هيبقى عندي لطريق مصر اسكندريه الصحراوي. طيب انا جيت بقى بعد سنه او سنتين في مشروع او في حاجه هتتعمل، هعمل بنزينه او هعمل مشروع على الطريق وعايز اعمل دراسه مروريه وعايز احسب الافرج انوال ديلي ترافيك، تمام؟ فهل هبدا تاني اعمل خلال السنه؟ لا، هبدا اول هحسب حجم المرور خلال يوم، تمام؟ مثلا على سبيل المثال اقول انا كنت عامل حجم المرور ده يوم السبت من شهر مارس، يوم السبت في شهر مارس خلاص، يبقى اجي بقى انا من يوم السبت في شهر مارس اجي اجيب حجم المرور اللي انا قسته واضربه في الديلي فاكتور بتاع يوم السبت اللي احنا كنا من السلايد اللي فاتت دي بتاع يوم السبت، يبقى هضربه في الرقم ده واضربه في بتاع شهر مارس في الايه في المانثلي فاكتور بتاع شهر مارس اللي هو في الرقم ده 0.993. يبقى انا هشوف اليوم اللي انا قست فيه والشهر انهي شهر، واقوم جاي حجم المرور اللي انا قسته في الوقت الحالي اضربه في الديلي فاكتور والمانثلي فاكتور اللي هم جايين من الحصر الدائم بتاع الطريق ده قبل كده. هي دي الفكره كلها اللي انا عايز اوصل لها، اللي انا عايز اصحح او اخبر حجم المرور اللي انا جبته في الوقت الحالي بالنسبه للحصر الدائم بتاع الطريق ده. تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب ازاي الحاجات دي تجيلك في صوره مسائل او ناخد امثله عشان توضح يعني ايه معامل التصحيح الموسمي او معامل التصحيح اليومي. طيب
مثال هو باشمهندسين بيقول لك اذا كان حجم المرور اليوم موزعا بين ايام الاسبوع في شهر اكتوبر على النحو التالي، يعني شهر اكتوبر جه اسبوع مثلا على سبيل المثال الاسبوع الاول او الثاني او الثالث او الرابع من شهر اكتوبر كان حجم المرور فيهم كده، من اول يوم السبت لحد الجمعه كان حجم المرور كده. طيب المطلوب ايه يا باشمهندسين؟ رسم تذبذب احجام المرور اثناء الاسبوع، يعني تذبذب احجام المرور اثناء الاسبوع الواحد. لو احنا فاكرين قلنا في الجزء الاول من المحاضره تذبذب احجام المرور خلال الاسبوع الواحد، كنت برسم علاقه ما بين حجم المرور اللي ماشي في كل ايه كل يوم خلال الاسبوع الواحد. يعني هاجي على سبيل المثال ادي اليوم واجي حجم المرور مركبه في اليوم، فهرسم علاقه ما بين حجم المرور اللي هو الفوليوم فيكل بير داي مركبه لليوم وكل ايه ايام الاسبوع، ده التذبذب. يبقى ده اول مطلوب ان انت ترسم علاقه او تذبذب احجام المرور اثناء الاسبوع من السبت للايه للجمعه. طيب بعد كده المطلوب الثاني يا باشمهندسين كان بيقول لك ايه؟ احسب متوسط حجم المرور اليوم، متوسط حجم المرور اليوم اللي هو الافريج ديلي ترافيك. طيب الافريج ديلي ترافيك يا باشمهندسين لسه قايلين دلوقتي كان هو عباره عن ايه؟ السمشن على عدد ايام الاسبوع، يعني مجموع المركبات المقاس على عدد ايام القياس. طيب المجموع ده على كام يوم قياس؟ على 7 ايام. يبقى افريج ديلي ترافيك كان عباره عن حجم كل المرور المقاس على عدد ايام القياس، يبقى الحجم الكلي التوتال ده كان عباره عن 117650 على 7 هيديني الافريج ديلي ترافيك اللي هو كام؟ 16807. يبقى كده جبنا المطلوب الثاني اللي هو متوسط حجم المرور اليومي اللي هو الافريج ديلي ترافيك. طيب بيقول لك بعد كده يا باشمهندسين نحسب ايه؟ معاملات التصحيح لايام الاسبوع، معاملات التصحيح لايام الاسبوع. عايز معامله التصحيح اليوم كل يوم من ايام الاسبوع ده، معامل التصحيح كان بكام؟ الديلي فاكتور كان بكام؟ طيب قانون الديلي فاكتور احنا لسه قايلينه كان هو عباره عن ايه؟ كان عباره عن الافريج ديلي ترافيك بتاع الاسبوع على حجم المرور خلال اليوم الواحد. طب احنا جبنا الافريج ديلي ترافيك دلوقتي، مش احنا لسه جايبين الافريج ديلي ترافيك للاسبوع ده كله اللي هو كان الرقم ده 16807؟ ما ده هو الافريج ديلي ترافيك بتاع الاسبوع لان انا جبته لسه حال. طيب حجم المرور خلال اليوم فين؟ ما هو معطى. يبقى انا هقسم 16807 على كل حجم المرور بتاع كل يوم هيديني الديلي فاكتور. يبقى 16807 على 17000 هيديني الديلي فاكتور بتاع يوم السبت، نفس الرقم 16807 على 18600 بتاع يوم الاحد هيديني الديلي فاكتور بتاع يوم الاحد، وهكذا. يبقى رسم التذبذب اهو، وعرفنا ازاي احسب الافريج ديلي ترافيك، وعرفنا ازاي احسب الديلي فاكتور او معامله التصحيح لاي يوم خلال الاسبوع. طيب المثال الثاني برضو عشان الموضوع يوضح اكتر ليكم، الجدول التالي بيقول لك يوضح احجام المرور المقاسه خلال عام، يعني خلال العام كامل بقى، كان ادي الشهور من يناير لديسمبر، ومديك دلوقتي هنا يا باشمهندسين النمبر اوف فيكل بالالف، يعني ده 415000 408000 وهكذا عدد المركبات بالالف. طيب المطلوب ايه يا باشمهندسين؟ قال لك رسم تذبذب احجام المرور خلال اشهر السنه. لو انتوا فاكرين بصوا على المحاضره معاكم، كان عشان ارسم تذبذب احجام المرور خلال اشهر السنه كامله كان بيبقى علاقه ما بين الافريج ديلي ترافيك وعدد المركبات. يعني ايه يا شباب؟ يعني انا اهو عندي ادي الشهر، يبقى هو دلوقتي عايز يرسم تذبذب احجام المرور خلال اشهر السنه، وبعد كده عايز المتوسط السنوي لحجم المرور اليومي اللي هي الافريج انوال ديلي ترافيك، وعايز يوضح تحديد الشهر المتوسط او المحايد اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو قيمته الافريج ديلي ترافيك بتاعته، القيمه بتاعته تبقى اقرب ما يكون للافريج انوال ديلي ترافيك. تمام، لو هو ده، وده احنا قايلينه في المحاضره اللي فاتت. ودلوقتي عايز معامل التصحيح لشهر يناير ويوليو اللي احنا سائلينه في المحاضره الحاليه. يبقى يا دوبك المطلوب بتاع المحاضره الحاليه هو اخر نقطه، ده دول التلات مطالب دول من المحاضره اللي فاتت. طيب طب نراجع كده في المثال على المحاضره اللي فاتت كده واحنا بنشرح. طيب ادي الشهر وادي حجم المرور بالالف. اول حاجه يا باشمهندسين عشان ارسمها كنت برسم علاقه ما بين، عشان ارسم تذبذب احجام المرور خلال اشهر السنه، خلال اشهر السنه موسمي، كنت برسم علاقه الراس بتاعي كان الافريج ديلي ترافيك، كنت برسم علاقه ما بين الافريج ديلي ترافيك المحور الراسي والافقي حجم المرور. يعني انا عايز دلوقتي ارسم علاقه ما بين الافريج ديلي ترافيك لشهر يناير وحجم المرور بتاع شهر يناير، والافريج ديلي ترافيك بتاع شهر فبراير وحجم المرور بتاع شهر فبراير. طيب انا عندي حجم المرور بتاع كل شهر، طب ازاي احسب الافريج ديلي ترافيك بتاع كل شهر؟ احنا لسه قايلينه دلوقتي من السلايد اللي قبل كده، قلنا الايه؟ الافريج ديلي ترافيك بتاع الشهر بيساوي حجم المرور في الشهر على عدد ايام الشهر. يعني ايه؟ هجيب عدد ايام الاشهر كلها اهو من شهر يناير لحد شهر ديسمبر، ده حطينا عدد ايام الشهر بتاعنا. طيب الافريج ديلي ترافيك بقى عباره عن ايه بتاع شهر يناير؟ حجم المرور على
عدد ايام القياس اللي هي 31 وهكذا. يبقى انا هجيب دلوقتي افريج جيلي ترافيك اهو يا باشمهندسين، هقسم ده على عدد ايام الشهر، هقسم ده على عدد ايام الشهر، هقسم العمود ده على العمود ده، هيديني الافريج جيلي ترافيك. وارسم بقى علاقه ما بين الافريج جيلي ترافيك على المحور الراسي اللي هو العمود ده، هو ده المحور الراسي بتاعي تمام، والاحجام المرور بتاعتي اللي هي حجم المرور ده هو على المحور الافقي تمام كده يا باشمهندسين. يبقى هرسم علاقه ما بين ده تمام وما بين ده، لا انا اسف يا باشمهندس معلش، هرسم علاقه سوري ما بين الاشهر الشهور بتاعتي، يعني شهر يناير هرسم علاقه في شهر يناير كان افريج جيلي ترافيك بايه، شهر فبراير الافريج جيلي ترافيك بايه. طيب يبقى انا دلوقتي عندي كل شهر اهو وقيمه الافريج جيلي ترافيك تحتي ليها، يعني في شهر يناير كان الافريج جيلي ترافيك 13387 وهكذا، هعمل التذبذب في احجام المرور. يبقى ما بين الشهر والافريج جيلي ترافيك، يبقى ده التذبذب في احجام المرور خلال اشهر السنه، ده اول مطلوب. طيب بعد كده يا باشمهندسين كان بيقول لك المطلوب الثاني ايه، عايز المتوسط السنوي لحجم المرور اليومي. يعني ايه المتوسط السنوي لحجم المرور اليومي؟ يعني هو عايز الافريج انوال ديلي ترافيك. طيب الافريج انوال ديلي ترافيك كنا بنقول له قانونين اثنين، او قانونين اثنين احسن منهم، اقدر احسن منهم الافريج انوال ديلي ترافيك اللي احنا لسه قايلينه، لا اما مجموع حجم المرور ده على عدد ايام السنه اللي هو 365، اما اجمع دول واقسمهم على 365 يوم، او اجمع دول واخد المتوسط بتاعهم، يبقى مجموع سمشن، يبقى عباره عن سمشن الافريج ديلي ترافيك على 12، او سمشن حجم المرور كله على 365. يبقى الافريج انوال ديلي ترافيك لا اما اجمالي حجم المرور خلال السنه على عدد ايام السنه، او سمشن الافريج ديلي ترافيك ده على 12، هيطلع لي ب 14906. يبقى هو الافريج انوال ديلي ترافيك ب 14906 اللي احنا لما كنا بنوقعه على الرسمه هنا في تذبذب احجام المرور خلال السنه كنا بنقول هو ده. هاجي على 14906، 14906 واخد خط مستقيم، هو ده الافريج، قيمه الافريج انوال ديلي ترافيك لايه القياسات دي كلها، يبقى ده قيمه الافريج انوال ديلي ترافيك. طيب عايز بقى تحديد الشهر المتوسط او الشهر المحايد، احنا كنا بنقول قيمه الشهر المتوسط او الشهر المحايد اقرب شهر لقيمه الايه، الافريج انوال ديلي ترافيك. طيب الافريج انوال ديلي ترافيك بكام؟ ب 14906، هتلاقي اقرب شهر ليه هو شهر فبراير اللي هو 14571، هو اقرب شهرين 14571 هو شهر فبراير وشهر مايو 14516، يبقى ده 516 وده 571، يبقى اقرب حاجه ل 906 ل 14906 هو شهر مين؟ شهر فبراير. يبقى هتلاقي شهر فبراير ده هو الشهر المحايد، اقرب قيمه من قيم الافريج ديلي ترافيك للافريج انوال ديلي ترافيك هو ده الشهر المحايد. يبقى شهر فبراير اقرب رقم من دول او رسم خط من دول، قيمه من دول للافريج انوال ديلي ترافيك هو ده الشهر المحايد. يبقى الشهر المحايد تمام او الشهر المتوسط هو شهر ايه؟ شهر فبراير. يبقى الثلاث حاجات النتائج اللي احنا جبناهم، التذبذب والافريج انوال ديلي ترافيك والشهر المحايد، ده من المحاضره اللي فاتت. طيب المحاضره بقى بتاع النهارده تكمله المحاضره اللي هو كان عايز معامل التصحيح لشهري يناير ويوليو، عايز معامل التصحيح الشهري اللي هو كان قيمته ايه؟ اللي هو المانثلي فاكتور. يبقى معامل التصحيح للشهر يبقى مانثلي فاكتور، كان هو قيمته بيساوي يا باشمهندسين الافريج انوال ديلي ترافيك على الافريج ديلي ترافيك خلال اي شهر انا عايزه. طيب انا عندي قيمه الافريج انوال ديلي ترافيك، انا لسه حاسبها اللي هي 14906. طيب الافريج ديلي ترافيك بتاع اي شهر هو عندي، انا حاسبه برضو عشان ارسم اصلا التذبذب، كنت بحسب الافريج ديلي ترافيك لكل شهر. يبقى انا اخد الرقم ده 14906 اللي هو الافريج انوال ديلي ترافيك، واقوم جاي اقسمه على كل شهر من الشهور اللي انا عايزها. يبقى هعمل عمود كده، هو عايز دلوقتي ليناير ويوليو، يبقى انت ممكن تحسب ليناير ويوليو بس، او لو طلب منك لكل الشهور يبقى انا عندي الرقم ده ثابت ال 14906 ثابت، وابدا اقسمه على كل افريج ديلي ترافيك لكل شهر من دول. يبقى انا جبت المانثلي فاكتور او معامل التصحيح الشهري لكل شهر من شهور السنه. يا رب يكون المحاضره اللي عملتها بسيطه وسريعه عشان بس تبقى ايه، ما اكترش عليكم المنهج، ويبقى ده الايه انتم مطالبين بيه في ظل الظروف الحاليه، بس عشان ما ازودش عليكم المنهج. ولو في اي اسئله احنا هنتواصل مع بعض على الجروب، لو في أي أسئلة أنا معاكم برضو فيها بإذن الله.